شوطه 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 أنا بعتبرها مجموعة الموت لأنها بتضم منتخبات قوية، منتخبات قوية لعبة كأس عالم. أكيد طبعا الأربع فرق لعبوا كأس عالم. أكيد طبعا طبعا إحنا كمصريين حزانة جدا لغياب المنتخب المصري، المنتخب المصري بيعطي طعم للبطولة. الله المنتخب التونسي طبعا مش هنتكلم على المباراة الودية الأخيرة، لكن هو منتخب بيضم مجموعة كويسة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وأعتقد إنه عنده رغبة إنه يظهر بمستوى جيد إن شاء الله رغم صعوبة المجموعة. بس في رأيي المنتخب الذي يلعب في مجموعة قوية بيكون دوافع وحماس وتركيز اللاعبيه أكبر من أن تكون المجموعة ضعيفة. نظن باللي في الاسيستات ديال لا كومبيتيسيون يعني واحد ما عندوش يخير، لان اللي يحب يعني يروح بعيد في كاس امم افريقيا نظن باللي ما تهمش يعني المنتخبات. انا اعتقد بان جميع المنتخبات يعني قويه حتى الافواج الاخرى، صحيح ان الفوج الذي ينتمي اليه المنتخب الجزائري المنتخب التونسي كوت ديفوار وطوغو يعني فوج على الورق يعني صعب، لكن هذا كل شيء يعني كما يقولوا سي تيوريك، بقات حقيقة الميدان هي اللي راح تفصل. ونظن بلي المقابلة الأولى بين الجزائر وتونس، المقابلة الأولى ستكون يعني مقابلة مهمة، لأن نتيجة إيجابية لكل منتخب ممكن تعطي له يعني شحنة إضافية باش يتأهل للدور الثاني. Et puis bah, la Tunisie est, je pense dans la continuité du travail de ces dernières années, et on a vu avec la Zambie par exemple que le travail dans la continuité en football ça paye souvent. Donc là va vraiment y avoir un match à 3 à mon avis pour le deuxième ticket. Well in my opinion Tunisia will be one of the main favorites. You have a lot of skillful players like Youssouf, like for instance Youssouf Msakni. He's very popular not only in Africa but in other countries as well. I'm sure that he's watched by a lot of scouts but by a lot of coaches. So I think Tunisia with such a countries like Ivory Coast or Nigeria, it will be one of the main favorites. Yeah. Ghana as well, yeah. The objective is the semi final. Not in the four Lulani. The objective is معقول. ما هوش زاد تورنوا سهل اللي باش يحطوا ماشي باش ينهز التورنوا. لا نقولوا احنا الاوبجيكتيف الدومي فينال. باش توصل للدومي فينال بيان سور فو باسي بار البرومي تور، ونعرفوا اللي الجروب نتاعنا صعيب. برومي تور معناتها ماهوش سهل بالكل. من نتصور اذا كان تعدينا من جروب كيما هذايا سيكو عندنا ايكيب اللي هي كابابل معناتها باش تمشي لبعيد، وعلاش معناتها ما توصلش حتى الفينال. بقى استنينا شويه قلنا نشوفوا لي كاتر ماتش دو بريباراسيون هذوما يمكن يعطيونا فكره على الليكيب نتاعنا وعلى لي زومبيسيون نتاعها معناتها وين بالحق معناتها تنجم توصل. شفنا في لي ماتش هذوما حاجات اللي هي الحقيقه ما تطمنش، معناها مبدئيا ثم شويه تخوف مانيش مطمئنين قبل ما تبدا التورنوا. شفنا في لي ماتش هذوما سيرتو لي جوار كادر ثم جوارات اللي معاملين عليهم 100% في اللي ماتش هذوما شفناهم هم فورم توتال. معناها نشوف انا مساكني ما عقلتوش في حتى ماتش. ثم بعض جوارات معناها ما تحسش اللي هما معناتها حاضرين كيما يلزم معناتها التورنوا كبير كيما اللي كان، وهذا اللي يخوفنا برشا ويخلينا معناتها نتوقع انه اللي كيما معناتها باش تلقى شويه صعوبات. اصعب جروب دونك Bah, les chances, je pense que ça va beaucoup se jouer de le match de Zaïre. À mon avis, le Côte d'Ivoire, elle est au-dessus. Ouah, on a beaucoup de mal avec les grandes équipes depuis quasiment depuis 6 ans. Mais je pense qu'on a tout à fait notre chance contre les autres. توغو احنا كيما قالها قلت انا وقال سامي طرابلسي معناها توغو خاطر احنا نخمو فيها دي بايور، نحيا دي بايور سيت اون ايكيب انا عندها اغلبيتها سي دي جوار دو تخوازيام ديفيزيون سي با نورمال. نورمالمون عندنا لارجمون لي موان باش نغلبو توغو. قائمة كيما أي منتخب ال 16 ايكيب اللي تلعب الكان كلها على في خط الانطلاق عندها نفس الحضور، من بعد
تتفرز الامور بالجهد بالتركيز بالبريباراسيون بالكاليبر نتاع لي جوار كل كيب وذراعها وباعها. تصور المنتخب التونسي في مجموعه صعيبه برشا، هي المجموعه الاصعب في المجموعات تاع الكان، وهذا ممكن عنصر ايجابي ممكن باغت برشا. وكيفاش صعيب باهي المنتخب التونسي عودنا انه كيبدا في لي جروب دو لامور هذا ديما ينجح، شفناه في الكان الاخرى مع البي اورجانيزاتور الجابون مع المغرب مع اوكي بين قوسين النيجر. في كان 2000 نتذكر مشينا شوطه